وينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد تحية، هناك النسخة الثالثة التي تنعقد الآن من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في توقيت بالغ الأهمية، تعقيبك على كل ما ورد في كلمة السيد الرئيس. هو بالطبع احنا لو شفنا في البداية هو توقيته مهم جدا. احنا لو شفنا الدولة المصرية بطول اهتمام كبير جدا بالقارة الأساسية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، بيسعى إلى التنمية الشاملة داخل القارة الأساسية، بيسعى إلى العمل على وحدة القارة الأفريقية ومواجهة الأزمات الكبيرة التي تحيط بالقارة الأفريقية، من صراعات إقليمية، من تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، من نقص في الغذاء، من تغيرات مناخية أثرت بشكل كبير على الأراضي الأفريقية وأثرت على الشعوب الأفريقية. لهذا السبب مصر بتقدم خدمات كثيرة جدا للقارة الأفريقية وبتقدم خبراتها على مدار السنوات الماضية من تنمية شاملة داخل الدولة المصرية إلى القارة الأفريقية، كما تسعى أيضا مصر إلى تهدئة الأوضاع داخل القارة في العديد من المبادرات، مبادرة إسكات البنادق، في أيضا دعم الدول الأفريقية لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية من خلال تجمع الساحل والصحراء وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في القاهرة، أيضا تدريب عناصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الأفريقية. كل ده الهدف منه الوصول إلى الاستقرار داخل القارة الأفريقية وإعادة بناء القارة الأفريقية والعودة إلى التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية في ظل التحديات وفي ظل الأزمات الكبيرة اللي بتحيط بالقارة. وإحنا برضو لو تابعنا خلال السنوات الماضية هنلاقي إن مصر قدمت كثير في مجال الطاقة للقارة الأفريقية. صحيح، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي كان هو الصوت اللي بيوصل الصوت الأفريقي إلى كل دول العالم. شفنا في خلال زياراته الخارجية كلها المؤتمرات الخارجية، روسيا وأفريقيا، اليابان وأفريقيا، والعديد من الوسطين وأفريقيا أيضا، كلها الهدف منها تقديم المساعدات للقارة الأفريقية، إيصال الصوت الأفريقي الحقيقي إلى القارة الأفريقية. وحتى في مسألة تغير المناخ وأن أفريقيا هي القارة الوحيدة المظلومة على مستوى العالم كله في هذا الإطار بسبب عدم وجود الدعم المالي الكافي من الدول الكبرى إلى القارة الأفريقية. يعني مصر قدمت الكثير للقارة، مصر تسعى إلى التنمية داخل القارة، مصر تعلم الثروات الحقيقية داخل القارة الأفريقية، لهذا السبب تسعى إلى وجود تنمية شاملة ووجود تنمية مستدامة داخل القارة الأفريقية، وده اللي احنا بنشوفه في العديد من المؤتمرات اللي وذلك طبعا بيحدث بعد تحقيق الأمن وتوفير الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية مثلما ذكرت أستاذ جميل. أتوقف عند النقطة التي أثرتها في حديثك الآن، وهو فيما يتعلق بأهمية انعقاد هذه النسخة مع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ، هذه القمة التي ستكون في منتهى الأهمية أيضا في توقيت بالغ الأهمية وستشهدها مدينة شرم الشيخ إن شاء الله قريبا، نظرا للتحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية أنها أكثر عرضة لتغير المناخ. يعني أود تركيز حضرتك أستاذ جميل على هذه النقطة تحديدا. هو بالطبع القارة الأفريقية هي أكثر قارة في العالم تضررا، وهو ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمه الماضيه في جلاسكو. نعم. وطبعا مصر في هذه القمه ان شاء الله اللي هتتم اخر العام الحالي في مدينه شرم الشيخ هيكون ليها دور كبير في انها توجه او تظهر الحقيقه الكامله من تاثر القاره الافريقيه من تغير المناخ وتاثيرها بشكل مباشر على الأراضي الزراعية وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة بشكل عام داخل القارة الأفريقية. وهناك العديد من النقاط سيتم مناقشتها كلها في إطار رفع المعاناة عن القارة الأفريقية وأيضا استقبال دعم من الدول الكبرى
حتى تصبح افريقيا او تبدا افريقيا في مواجهه عمليات التغيرات المناخيه. نعم، ايضا سياده الرئيس ذكر في ختام الكلمه التي القاها انه هذا المنتدى بيمثل استمراريه في ايصال صوت القاره الافريقيه الى مختلف الشركاء الدوليين للمشاركه في مواجهه التحديات الخاصه بالقاره. اهميه انعقاد هذا المنتدى وهذه النسخ المختلفه والدورات المختلفه لهذا المنتدى بين حين واخر، ونتحدث طبعا عن النسخه الثالثه واهميه انعقادها في هذا التوقيت. هو بالطبع انعقاد المنتديات في هذا التوقيت او بشكل مستمر زي ما قلت لحضرتك هو ايصال صوت القاره الافريقيه الى العالم كله. هذه القاره مظلومه على كافه المسارات، المسار الامني، المسار الاقتصادي، المسار التنميه الشامله داخل تلك الدول، ايضا ايقاف الصراعات وايقاف زي ما قلت لحضرتك الصراعات الاثنيه اللي موجوده داخل القاره، التدخلات الاجنبيه المباشره من عدد من الدول الكبرى، كل ده بيؤثر بشكل كبير على استقرار افريقيا وبيؤثر بشكل كبير على التنميه داخل القاره الافريقيه. فاعتقد ان اقامه تلك المؤتمرات هو بيوضح امام العالم كله المخاطر او التهديدات والتحديات اللي بتواجه القاره، كيفيه الوصول للاسلوب الامثل للتعامل مع هذه الازمات. يجب ان يكون هناك تعاون دولي لرفع المعاناه عن القاره، ولان القاره الافريقيه للاسف الشديد هي معروفه انها من افقر قارات العالم، لكنها على الجانب الاخر تمتلك ثروات كبيرة جدا. صحيح. لو أحسن استغلالها القارة هيصبح ترتيبها متقدم على مستوى القارة العالم، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك تعاون دولي. والمؤتمرات اللي بتقودها مصر، المنتديات اللي بتقودها مصر في هذا الإطار كلها بتصل بتوصل صوت أفريقيا إلى العالم ككل. نعم، ومن أبرز أو من أخطر الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية هي أزمة الغذاء، وتطرق إليها السيد الرئيس وذكر أن هذه الأزمة اللي بتشهدها القارة الأفريقية بتتطلب اتخاذ يعني حزمة من التدابير العاجلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثلما أشرت حضرتك الآن. يعني إلى أي مدى من الممكن أن يتم هذا التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل التحديات الخاصة بالشح المائي وارتفاع الأسعار؟ هو طبعا التعاون ده يجب أن يتم من خلال سلاسل الإمداد للغذاء بشكل مباشر وبشكل منتظم إلى دول القارة الأفريقية، العمل على استغلال الأمثل للأراضي الأفريقية زي ما قلت لحضرتك اللي في ثروات كثيرة من ضمنها الأراضي الزراعية الكبيرة اللي لا يحسن استغلالها في الوقت الحالي، فيجب أن يكون هناك تكنولوجيا يتم تقديمها الى القاره الافريقيه تستطيع انها تتغلب على عمليات التجريب او عدم استغلال الاراضي، ايضا هناك تحليه المياه وتحليه البحار، كل ده هيعطي دفعه كبيره لاستغلال الاراضي الغير مستغله في الوقت الحالي في القاره الافريقيه. وايضا دعم دول العالم لها باهم بالغذاء في الوقت الحالي، وايضا بالمعدات والامكانيات المتطوره لزراعه الاراضي في القاره الافريقيه. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه، شكرا جزيلا لك.